شكرا لك خالد ياسين. والعودة السريعة لملعبي بورجونتي، هذا هو بوديوم صاحب المركز الثالث منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الذي لدغ الغني في آخر لحظات المباراة بهدف اللاعب ألان تراوري. قبل مراسيم التتويج كان هناك فعلا التفات لواحد من أبرز اللاعبين، بل هو أفضل لاعب طبعا هذا من منظور الفنيين الذين تابعوا هذه المباراة، هو توري بلاتي لاعب وسط الميدان لمنتخب بوركينا فاسو. نعم يتوج كأفضل لاعب في هذه البطولة، وجات أو في المباراة عفوا، وجات اللحظة التي تسلم فيها الميداليات لمنتخب فعلا أقنع في هذه البطولة. كيف ما كان الحال، المنتخب الذي يزاح من طريقه في الربع النهائي منتخب تونس قبل أن يخسر ريانا نصف النهائي أمام المنتخب المصري. لاعبين حقيقة شفناهم تميزوا، خاصة اللاعب شارل كابوري وكذلك اللاعب بيرتون تراوري وناكولوما الذي يعتبروا فعلا من اللاعبين المهمين في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو. دون ننسى كواكو كوفي حارس المرمى اللي كان عنده دور كبير جدا في بقاء النتيجة على حالها حتى آخر لحظات المباراة اللي حسمها ألان تراوري من كرة ثابتة. ماذا عن غانا؟ غانا النهاية هي حزينة بكل تأكيد، بعد خسارة نصف النهائي وخسارة مباراة الترتيب يمكن الزملاء والمحللون ناقشوا التبديلات التي قام بها المدرب كرانت، لم تكن في محلها اللحظة التي دخل فيها ما يقال عنهم بالنجوم بين قوسين، ولكن هذا رجح كفة المنتخب البوركينابي الذي عرف كيف يتعامل مع الدقائق الأخيرة. يمكن اليوم ما شفناش أداء كبير من جانب منتخب بوركينا فاسو نظرا لأرضية الميدان السيئة. هذا هو بارو دوارتي المدرب البرتغالي، بكل تأكيد السمو سترتفع بشكل كبير بعد هذه النهاية السعيدة، وإن كان يحلم بالمباراة النهائية، ولكن عموما هذا في حد ذاته إنجاز باحتلال المركز الثالث مع منتخب بوركينا فاسو. ذكرت قبل طبعا تسليم الكلمة للزميل خالد ياسين بأنه هذا هو الانتصار، نعم الأول لبوركينا أمام غانا في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الوقت الأصلي، بعد أن سبق لهم أن فازوا على غانا بضربات الترجيح، وبالتالي فبوركينا فاسو فعلا يستحقون المركز الثالث، وهم الذين كانوا وصيفين في نسخة 2013 بعدما لعبوا المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا. هكذا هي النهاية السعيدة هنا ببورجونتي لمنتخب البوركينا، بينما يجمع حقائب منتخب غانا، والمصير حتى الآن مجهول بالنسبة للمدرب غرانت. نهائي صغير قبل النهائي الكبير غدا، مصر مع الكاميرون، نترقب مباراة مثيرة، وإن شاء الله كل التوفيق لفراعنة مصر لتحقيق اللقب الثامن كيف لا، وهم السيادة القارة كيف لا، والفراعنة دائما أكدوا بأنهم رجال وأبطال في المواعيد الكبرى. كل التوفيق إن شاء الله غدا لمصر هناك بليفربيل، بينما نصور جميلة جدا لاحتفالات اللاعبين مع الجماهير البوركينابية هنا بمدينة بورجونتي. الإثارة الإفريقية تتواصل غدا عبر قنوات بي ان سبورتس. مع هذه الفرحة أسلم الكاميرا للزميل خالد ياسين، على أمل لقابكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.